طيب مش هنطول يعني باشمهندس سامح. طبعا يعني القسم المشترك في المحاضرين النهارده يا جماعه غير ان هم طبعا ناس متخصصين وخبراء كبار في العماره القبطيه, ان هم اشتغلوا بايديهم في العماره القبطيه وفي كنائس مصر في كل انحاء مصر, ودي الحقيقه الحاجه الجميله اللي بتفرق مع اي محاضر واستاذ نظري بيتكلم من واقع الكتب والابحاث والدراسات فقط. فطبعا ده اللي هيبين قوي النهارده في المهندس سامح عدلي, مدرس مساعد بمعهد الدراسات القبطيه برضو بمعهد في الامرويس في العباسيه, بكالوريوس فنون جميله قسم عماره, دبلوم دراسات عليا في تاريخ العماره, ماجستير في العماره القبطيه, وهو مدير مشروع ترميم دير الفخوري باسنا ومدير مشروع ترميم الانبا بخوميوس بإدفو. تمام. واستشاري عام كنائس الفرنسيسكان سابقا للحقت لغايه الاسبوع اللي فات كان موجود الكلام ده. يا نهار ابيض. تمام اتفضل يا باشمهندس. طبعا انا بشكر المكتبه وبشكر الدكتور لؤي على انه استضافني النهارده, وبشكركم على الحضور طبعا, وبشكر الدكتور سامي والمهندس عاطف على المحاضرتين الجمال اللي قالوهم. يمكن انا هختلف شويه في الحاجه اللي هقدمها عن اللي قدمه الدكتور سامي والمهندس عاطف, انه كان شغل الى حد ما اكاديمي, اما الشغل بتاعي انا راجل صنايعي, يعني بشتغل بايدي وبرمم بايدي, لان زي ما يمكن سبق وتطرق المهندس عاطف للكلام ده انه احنا مش مرحب بشغلنا في الترميم بالطريقه بتاعتنا, وانا بقولها كده بالفم المليان. الترميم دلوقتي اللي في الفكر عند اغلب الناس في مصر لودر واعمل جديد, ولو ربنا مديله شويه نعمه الجديد اللي يعمله ريبليكا للقديم, يبقى ده يعني نشكر ربنا ان هو احترم الستايل اللي كان معمول بيه بس بناه بماتيريال جديده شويه. اما انه يشيل الطوبه البايظه او الجزء البايظ ويعمل له احلال بماده اقرب للماده بتاعه البناء, ده صعب جدا دلوقتي. فاللي بيشتغل دلوقتي في ريستوريشن بروسيس, بمعنى ريستوريشن او معنى اناستايلوسيس, ويمكن كلمه اناستايلوسيس دي ما يعرفهاش حد كتير في القاعه, اللي هو الترميم بنفس الماتيريال ونفس الماتيريال اللي ممكن يكون تساقط يعيد بناءه مره تاني او تركيبه مره تاني, دي اصبحت يعني معادله صعبه ومش موجوده. فعموما يعني من خلال اللي سمعناه اعتقد ان انتوا بقى ما عندكم يعني شبه معرفه بمكونات الكنيسه او بالعناصر اللي بتكون منها الكنيسه, وعرفتوا الشكل العام للكنيسه وطريقه التغطيات, يعني يمكن شرحها الدكتور سامي واستفاد فيها. فالنهارده انا كان عندي مشروع من حوالي 10 سنين لترميم دير الصليب. دير الصليب يعني لما ابتديت في الترميم بتاعه كان في مخيلة الحائزين للمكان او اللي ليهم سلطة في المكان اني هنسف وهتخلص من اي حاجة قديمة واعيد بنائها. فكان في اجزاء في الحقيقة ما كانش ينفع انها تترمم او تاخد اي تدعيمات عشان تستمر, لانها كانت almost منهارة وخلصانة خالص. في حد قال ليه الخشب المصري ما بيشتغلش؟ الصعيد عندنا مشكلة في حاجة اسمها القردة أو النملة البيضة, دي بتيجي في جماعات بتبقى فاميليز, في نوعين, نوع اسمه دراي وود ترمايت, ترمايت اللي هي النملة البيضة يعني, وفي نوع تاني اسمه سبترينيان ترمايت, وده بيهاجم الأماكن الأثرية اللي مبنية بالطوبة النية عشان جواها نوع من القش اللي هو السترودة أو التبن ده, وده سليلوز جميل جدا بالنسبة للحشرة دي. كذلك العناصر الخشبية المختلفة سواء كانت حجاب, حلوق, ببان شبابيك وهكذا. فكان هو اللي بيستعمل الأماكن دي عارف كويس قوي إنه لو استعمل عناصر خشبية كتيرة زي الجملونات مش هتعيش معاه, انما الطوبه هي اللي بتعيش معاه اكتر او الحجر. الطوبه الحمراء صعب انك تلاقيها في الصعيد بسهوله عشان هتحرق
والحرق ده عايز وقود وما عندناش لا فحم ولا خشب، فكان الحل في الطوبه النيه. والطوبه النيه فيها ميزه تاني، حتى لو كلتها القرده بيعاد صياغتها مره تاني، يعني اخدها عجنها مره تاني وابني بيها، فهي ماده شغاله معايا على طول، على عكس الخشب لو كلوا النمله البيضه انتهى. واعيد بناء واعيد دق بيقول لك بيدقه مره تاني. فهو لو اتهد اوريدي، فانا لقيت كومه طوب استورد من بره ليه تاني؟ ما انا اخد الطوبه اللي هي باظت وتهدد ديت واعيد صياغتها مره تاني. ولذلك هتلاقي ان البيوت المصري القديم بتاعه الفراعنه مش موجوده، اللي موجوده المعابد، لان اغلب البيوت كانت طوبه نيه فوقعت فاعيد بنائها مره واثنين وثلاثه. يعني ممكن الطوبه اللي انت بتشوفها النيه النهارده ديت دي بقى لها ملايين السنين، من ساعه ما جت مع الطمي من اثيوبيا عبر السودان لمصر، واتعملت اكتر من مره. يعني حاجه الحياه بتاعتها بتتكرر مره تانية وثالثه وعشره. لا هو هقول لك، لما بيتهجر مكان بيبقى سهل للنمله البيضاء انها تعمل له اتاك. يعني النمله البيضاء في الاماكن اللي فيها رجل والناس عايشه فيها ما بيحصلهاش تكاثر ولا انها بتهاجم المكان، انما هي بتهاجم الاماكن اللي قلت استعمال الناس فيها او الخاربه. ديت الكنيسه اللي كنت قلت لكم انها انهارت وما عادتش تنفع، قعدنا بناها مره من قعدنا بناها من جديد. لو تلاحظوا الصوره دي انا بحبها قوي، لاني الكنائس اللي بتتبني بالطوب الني في الصعيد بالذات كان دائما وابدا بيعمل العناصر الحامله والانشائيه طوبه حمراء، حتى لو كانت مبنيه بالمورتر او المونه الطين، لان هو بيضمن ان الطوبه الحمراء كعنصر انشائي عامله زي العمود والكمره. فدي كنت انا لسه مغير الجزء اللي هو بتاع الانشائي. طيب لو اتكلمنا عن نقاده اللي هي فيها دير الصليب، وفيها هي فيها سبع اديوره، من الشمال فيها دير للملاك ومن الجنوب في دير للملاك. هنلاقي في الشمال في دير الملاك المنشيه، وفي الجنوب في دير الملاك جموله اللي اتكلم عنه الدكتور سامي. الملاك معروف عنه انه حامي الحصون، فكان دايما اي بريه بيأمنها من الشمال ومن الجنوب بأديورة للملاك، وفي النص بيحط الأديورة المختلفة. تفتكر دير الملاك اللي كنا قعدنا فيه في نهاية يا دكتور؟ فعندنا الأديورة هنلاقي هنا أديئنا كمدينة، وبعد كده هنا نقادة وهنا الأقصر. فنقادة إذن ما بين هنا وما بين الأقصر. نقادة بقى هنلاقي من الشمال لحد الجنوب في الأديورة المختلفة ديت، اللي هي دير الملاك في الشمال، ثم دير الصليب، دير أبو الليف، دير المجمع، دير قديس، دير ماري بقطر، ثم دير الملاك في الجنوب. عندنا هنا هوت هنشوف ديت ده نمط المباني كانت في نقادة زمان، ودي كانت أبراج الحمام. وأبراج الحمام هنا تلاقي قطعها مربع أو مستطيل مش دائري زي في بحري. المهنة الرئيسية للناس اللي في نقادة كانت حاجة اسمها الفركة، وده عبارة عن نسيج زي النسيج الأخميمي، وكان بيصدر للسودان. هنشوف نمط البيوت اللي موجودة في نقادة، هنلاقي زي ما الدكتور سامي قال الحاجات الفيرنيكولار أركتكتشر، اللي هي زي حاجات اللي ممكن نلاقيها بالطوب المنجور في مناطق زي رشيد والحاجات اللي زي كده. ديت وجهات ثلاث بيوت انا كانوا عاجبني، اعتقد ان ده مش موجود دلوقتي وده احتمال راح كمان. فانا خدت الثلاث نماذج دول يعني اعرضهم ليه. النموذج ده نعتبره زي النماذج فعلا اللي هي بتاخد فرق اللون في الطوبة المنجورة، انما هنا مفيش فرق لون، لكن قدر يعمل التكتشر الجميل ده هوت بطوبه بينحت الطوبه بحيث انه يعملها تبقى زي حتت الموزايك بس على فقايري شويه. هنا كانت اضعف في انه ما نحتش طوب كتير، لكن قدر يعمل التشكيله بتاعه الارشات الجميله ديت، وبعد كده راح حاطط عتب وعمل الصليب ده. ده سك الملكية، كان كل بيت مالوش ورق زمان لكن ليه سك ملكية عبارة عن برطوم خشب، وبيبقى البرطوم ده عليه مونوجرام قبطي
وبيبقى عليه التاريخ ده 1893 وبيتكتب اسم صاحب البيت. وللأسف العتب ده بيتخلع دلوقتي وبيتباع لجهات يعني بأسعار فلكية. طيب الدير بتاع الصليب اللي احنا هنتكلم عنه ده البلان بتاعه اللي انا عامله، يعني هو ما كانلوش بلان، ما كانش فيه غير بلان للكنيسة ديت، وكان كل ده اغلبه واقع ومحدش كان عمل له بلان. دي الكنيسة الرئيسية، ولو شفناها في البلان ده هنيجي نقول انها عبارة عن طراز قرن 18-19، 1-2-3-4-5 في 3 ب 15 قبة. دي بعض الملحقات، ويمكن أظهرها الدكتور سامي صبري كالكنيسة ديت كملحقة بالكنيسة ديت. وبعد كده المنطقة دي كانت كلها أحواش، ودي كانت كنيسة متهدمة، والجزء ده كان زي عشة فراخ كده عاملينه مطبخ. أما الجزء ده فكان فيه مجموعة حاجات بالطين، وهنا شوية تواليتات. المشكلة إن إحنا إزاي نرمم المكان ده بحيث إنه ما نشزش عن النمط اللي موجود في نجادة، وتكون كلها مباني بالطين، ويوافق الأونر والأثار توافق على البروبوزل ده. الحمد لله هو يعني كله يعتبر تم زي الديزاين اللي موجود هنا. بس أحب أقول لكم إن الكنيسة ديت بالشكل ده هي ما كانتش كده لما درستها. الكنيسة دي كانت تريكونش واتعمل فيها شوية تعديلات. الشكل ده ده المغطس اللي كان اتكلم عليه الدكتور سامي، وهنشوفه دلوقتي لما ابتديت اكتشفه. الكنيسة ديت كنيسة الأنبا شنودة في دير الصليب. الكنيسة ديت كانت الباب بتاعها من هنا، وملهاش لا نارتكس ولا ليها أي حاجة، هي عبارة عن 15 قبة متهدمة. واكتشفت إن القبب دي كمان اتبنت على مرحلتين، مرحلة وكانت وقعت أجزاء منها فأعيد البناء بتاعها مرة تانية، ثم وقعت الكنيسة كلها. أسباب وقوع الكنيسة، الجزء ده فيه بير وهنا فيه بير، نتيجة السحب الجائر للمية من البيرين دول، ده لري غيط وهنا هو ده كانوا بيستعملوه في الدير، ولو حد حوالين الدير حب ياخد مية حصل كراك ففلق الحتة ديت، فالكنيسة دي حصل لها الديتيروريشن ووقعت خالص. ده نارتكس، ده احنا ضفناه بموافقة الاثار. هنشوف شكل النارتكس، وهل اللي اضاف ده هل يعني اضاف حاجة ولا قلل من قيمة الاثر او ايه. الجزء ده كان جزء خدمي، كان حالته سيئة جدا، فعملنا فيه اربع قلالي، ودي قلاية رئيس الدير، ودي تواليتات حريمي ورجالي، ودي اوضة الغفير. المشكلة اني ازاي اعالج منطقة زي ديت، او اعالج الجزء ده هو بطريقة ما تتعبنيش لا في الرؤية البصرية ولا اثريا. دي كانت دراسة عن الكنيسة زي ما قلت لكم. الحنية ديت اوريجينال، وهنا كان في كونش وهنا كان في كونش، وهنا كان المذبح الرئيسي. المذبح ده كان بينزل منه زيت. في حد بيسأل حاجة؟ فسابوه عملوا مذبح تاني وعملوا بينزل منه زيت؟ يعني حاجة إعجازية. اوكي ماشي. هو يا ريت بينزل منه زيت دلوقتي بعد ما البتاع بقى ب 46 جنيه. كيلو الزيت غالي فعلا. anyway هي الكنيسة دي كانت تري كونش وكانت بازيليكا، بس لما اعادوا صياغتها عبر العصور بقت بالشكل ده. ودي كانت يعني دراسات للتشكيل بتاع الكنيسة والاضافات. دي كانت كنيسة ثالثة ملحقة، يعني كانت كنيسة واحدة وبعد كده اضاف لها ديت وبعد كده اضاف لها ديت. دي اتلغت خالص وبقت قلاية لرئيس الدير، وما عنديش ايفيدنس على الطبيعة شكلها ايه. انا ده رفعت عمل 1919 حاجة زي كده، انها مش موجودة دلوقتي. دي حالة الاسوار بتاعت الدير لما انا رحت هناك، يعني شايفين الحالة كانت هي بتتكلم عن نفسها الصورة.
ده كان مدخل الدكسار بتاع الكنيسة الرئيسية، وده كان خزان المية اللي بيسحبوا له من البير. أنا هحاول أجري. دي كنيسة الأنبا شنودة اللي بقول لكم كانت أطلال. فده البلان بتاع كنيسة الأنبا شنودة اللي هو أعيد بنائها على أساسه. البلان بتاع الخمستاشر قبة، ده نارتكس قبة في النص وفولت وفولت، وده الشكل بتاع النارتكس اللي ضفناه، وده السكشن بتاع التلات قبب بتوع الصحن. لو تلاحظوا شايفين القبب ديت، دي اتبنت على الطراطير اللي فوق دي كلها، اتبنت سنة حاجة وستين، ودي كانت الحطة ديت بداية القبب القديمة. وده شوف الكراك اللي قلت لكم اتفسخت الكنيسة من النص. ده صحن الكنيسة من جوه، حاجة يعني شايفين الكنيسة وال... طيب أنا عشان أوفر وقت هنقول before وafter restoration. دي before after before after before after ده مكان المغطس اللي قلت لحضراتكم عليه اكتشفناه، فعملنا له الهاند ريل ده بالهديه بيفور وافتر. انا يعني هجري عشان ما اعطلش الوقت. دي الكنيسه اللي هي الرئيسيه اللي رممناها بتاعه الصليب، وده كان المدخل بتاعها اللي شفناه، وديت الكنيسه اللي هي الجانبيه اللي هي الكنيسه الملحقه. الصوره ديت دي كان الدكتور سامي قال على الامبريلا فولت، دي ما بين القبه المستطيله والامبريلا فولت. لا حصلت قبه مستطيله ولا حصلت امبريلا فولت، دي كلها كانت مبنيه بحاجه عامله زي الجالوس، كانت بسمك 6 سنتي الاسقف ديت، مش بمداميك. كل الصور دي بيفور افتر. الصوره ديت جميله ليه؟ لان انا كنت عامل ملاقف راكبه فوق الابوات. فطبعا احد المتبرعين جاب تكييفات فراحوا سدوها، فانا كنت عامل الفتحات بتاعتها ان القبلي الشرقي يتقفل في الصيف ويتفتح البحر الغربي، وبالتبادل يتعمل ده في الصيف وفي الشتاء، وكانت متهويه وبالكتير او ما اروح اشتغل فيها. وكنت عامل الفولت ده وعامل فيه الخروم ديت عشان تنفس وتطلع الهواء السخن، وكانت زي الفل. بعد كده قالوا ما احنا جبنا تكييف. ده المغطس ساعة لما اكتشفناه. اعتقد يعني الصورة واضحة، شايفين في اربعة كورنر فيها. ده كان واحنا بنفحت في الارض. وده انا هي بس الصورة هيزي شوية معلش، انا اصريت اني اخلي المحارة البياض القديم اللي هو كان قابل لانه يتعامل مع المية ويبقى ووتر تايت زي ما هو، وبيضت من فوق. حتى العلاقة بين القديم والجديد انا عملتها بايدي احسن مبيض يكسر ويكمل على الباقي. فهتلاقي فرق اللونين ده. انا سايب المحاره دي، هيجي يوم حد يعمل لها تحاليل او حاجه زي كده ويقدر يعرف الماتيريال دي ايه. هذا المغطس، ما اعرفش الصوره واضحه كده من عندكم ولا لا. ادي ايه طبعا لا، بس هو هيصب خرسانه الاول عشان الرخام ما يفرقعش من على المورتر او الحيطان دي ضعيفه، انما هو يحطها على خرسانه احسن طبعا. ده كان الهيكل، والنجوم دي كانت معموله بالذهب، الدهان الذهب ده، لا الدهان اللي هو البويا. فطبعا انا رجعت كل العناصر زي ما هي، يعني ما حطيتش حاجه جديده، انا نظفت بس. المكان ده كان كده ساعة لما استلمته، وهكذا يعني. فدي الأبواب الكنيسة الأنبا شنودة. دي بقى كان في إصرار، وأنا كنت مؤيد لمدير المنطقة إنها تتبني بطوبانية. ففعلا عملت حوالي 120 ألف طوبانية، بس ما عملتهاش بسترو اللي هو القش.
دي عملنا خلطة مع جمعية عمارة الأرض بأنها تتكبس 12 بار وتتعمل خلطة معينة كده بمثبتات بالطين برضو بس من غير قش، وإنها تبقى وحطينا فيها أنواع من اللاتكس بحيث إنها تقدر تستحمل لحد أسبوع في المية ما تفرقعش، وجابت إجهاد يمكن حوالي 15 كيلو على السنتي. وبنينا بها الكنيسة ديت يعني أقول إيه بطلوع الروح، فدي كانت أول قبة خلصت فيها. أدي البروسيس بتاعت عمل الطوب ده، كنا بنعمل مش كميات كبيرة زي الطوب النايل اللي أنا بعمله حاليا دلوقتي، وبنحط لاتكس وبنحط مثبتات وبعد كده بندخله على المكبس ده. المكبس ده بيطلع الطوبة تقدر تمسكها بإيدك على عكس الطوبة النايل لما بتتحط في القالب ما تقدرش تمسكها في إيدك في إيدك إلا بعد ما تنشف، لا دي بيمسكها في إيده وبعد كده بتترس وبعد كده بيتحط عليها نايلون عشان يعمل لها جود تريتمنت عشان المثبتات اللي احنا حاطينها تشتغل لمدة 15-20 يوم، وبعد كده بيبقى القالب زي الفل. حتى هتلاحظوا هنا فرق اللون بين القالب اللي نشف والقوالب اللي لسه طرية. ويعني كانت تجربة، بس طبعا أنا يعني قعدوا يلوموني عليها، أنت خسرتنا فلوس كتير إحنا كنا عملناها. دي بقى بعد ما خلصت القبب معمولة بالطين لكن الرشاط معمولة بطوب أحمر، فكل الطوب الأحمر مكحول وكل الحاجات اللي معمولة بالطين اتمحرت. ديت بيفور ودي أفتر. هنا حتى الحجاب أنا عانت في الحجاب ده وأصريت أنه يتعمل طوب، ودي كانت مشكلة، ودي يمكن آخر حاجة عملتها في نقادة وبعد كده سبت الشغل لأنه كانوا عايزين يلموا تبرعات عشان يعملوا حجاب فخيم بالخشب وبتاع، فأنا عملته كده فأنا قطعت عليهم عشان موضوع الحجاب ما يتعملش خشب. دي طبعا جنرال فوتوز. بالحق المنارة دي اللي معمولة دي كلها خشب وطوب، ما فيهاش ولا حاجة حديد ولا خرسانة، جبت خشب سرسوع كان لقيته هناك في المنطقة وعملت بيه تاي بيمز في الحتة ديت عشان أربط ده وأربط ده من تحت، وعملت دعامات خشب من هنا، وده شايل 5 طن لأن تحته البير وفوقيه تانك 5 طن. أنا ركبته قبل ما أقفل المنارة. لو تفتكر الحديد اللي كان الأولاني، الأرضية بتاعت مدخل الكنيسة، أنا عمل كل الأرضيات في الكنيسة طوب أحمر من اللي هو السكيل زي الطوبة الروماني، لأن لقيت أني بواقي طوبة من ديت موجودة في طبقات تحت الكنيسة، فرفضت أنها تتعمل بلاط أو سيراميك أو حجاري أو أي حاجة بنفس السكيل ده، ودقيت الطوب ده اللي هو بتبقى 34 في 40 سمك 4 سنتي، دقيته كله وفي حاجات لقيتها نص بتقسمها وحاجات كاملة أعملها، فعملت نفس الضفاير زي القديم يعني نفس الأنماط القديمة، معرفش دلوقتي شالوها ولا لسه قاعدة يعني، بس احتمال شالوها. دي كانت جزء كان معمول تند حديد، فقلت لهم خلاص، فروحت اضطريت اكسيها خشب واعمل لها زي أباكس فوق، وعملت ده شبك ممدد بحيث انه يبان انه مباني، ورحت حاطط فوقيها البوص اللي بيجي من أسوان، بس ما كانش عندي فلوس يعني اقدر اكمل النكسي دول كسيت دول بس يعني، ما اعرفش دلوقتي موجوده ولا لا برضو يعني. ده اللي هو من تحت المظله، ده النارتكس اللي بقول لحضراتكم اتعمل على اساس ان يعمل مدخل منكسر للكنيسه، وفي الوقت نفسه دي كانت حيطه اوريدي وكان الدخول على طول ما فيش اي تهيئه، فعملت المدخل المنكسر ده، والمكان ده كان جميل جدا الى ان ركبوا له تكييف وعملوا هنا اوضه ومش عارف ايه، ويمكن عملوا ارضيه سيراميك. كذلك الارضيات بتاعه الدير كلها انا اصريت اني اجيبها من الحجر بتاع اسوان اللي هو اتعمل بيه الكلادنج بتاع الجامعه الامريكيه، الحجر الرملي، فعملت كل الأرضية حجر رملي لأنه بيقدر يستحمل الرطوبة والشمس. هنا ده المدخل بتاع الكنيسة، لقيت الحجارة دي القديمة زي ما هي
يعني الحجرين دول لقيتهم زي ما هم، انا كملت الجزء اللي كان ناقص ده وعملت المدخل ده بالطوب، اما الحجرين دول اوريجينال فيها من الاصل. الكنيسه ديت فيها اكتاف، لقيت في احد الاكتاف بس مش عارف الصوره دي مش موجوده للاسف دلوقتي، بواقي حاجات مصر قديم من الكولومز جابوها من معبد مصر قديم وقسموها اتنين عشان ما قدروش يشيلوها ككولوم واحد، فقسموها اتنين وركبوها فوق بعض وعملوا عليها الارشاد. في حته بقى وانا بكحت البياض عشان انظف لقيت فيها رعه، فعرفت بقى ان العمدان دي مصر قديم وانها اتنقلت. بس للاسف حصل حريق، فحتى لما بيبقى فيها حاجات مصر قديم محفوره بتبقى التريسز باينه حتى لو اتشالت، يعني حتى لو حد شالها، لكن مع الحريق انفجرت حاجات كتيره قوي، فراحت كل الايفيدنس المصري القديم، ما لقيتش غير الرع اللي موجوده ورا البياض. بس دي ايفيدنس، ما هو الكولوم الواحد يبقى كل الباقي منه يعني من نفس المحجر او من نفس السورس اللي جابوه. هنا ده الدير بعد ما خلص خالص. اما نشوف المجمل ككل ما نحسش ان فيه حاجة اضافت او انه حصل تغيير جذري في الجزء ده كله. ده اتبنى من جديد، ده من جديد، الجزء ده من جديد. فهي ازاي ان الواحد يقدر يتعامل مع الاثر من غير ما يفقد الهوية بتاعته؟ دي كانت مشكلة كبيرة. انا حتى الجزء اللي هنا ده عشان بيركبه كان دايما الصليب بينور، فقال لك نعمل سلم، قلت لهم لا انا هعمل ثلاث درجات حوالين القرش ده وهخرم في القرش ده مكان للرجلين يبقى زي سلم يطلع عليه يركب. فالشغل في الترميم عايز واحد يبقى دارس كل ديتيل، الناس اللي هتيجي تستعمل المكان ده بعد كده هتستعمله ازاي. ده برضو منظر الدير من المحيط اللي حواليه، البيئة اللي حواليه. يعني ارتفاع المنارة دي كانت عبارة عن بتاع حديد كده، تانك حديد، انا حولتها لكده، احترمت الارتفاع بتاع اللي حوالين الدير، وان ارتفاعها ما يزيدش عن مرة ونص. لما تيجي تحسب الارتفاع اللي هو من ده لديت مرة ونص بالكتير ارتفاع احسن اكبر قبة. لابد ان اللي هيعمل شغل، يعني انا شفت احد الأديورة جنب الدير ده المنارة 40 متر بالضبط. الفنارة ايه؟ فنارة كده. الفنارة كده. اوكي الفايل الثاني. بعد اذنك سؤال يا باشمهندس. امر حبيبي. الاساسات القديمة هي هي ولا انت عملت ريبليس الاساسات القديمة استنى بس. بالنسبة لكنيسة الصليب لم اغير اي شيء. بالنسبة لكنيسة الانبا شنودة دي كان لابد ان يتعمل لها احلال اساسات. ده احنا مش عملنا احلال اساسات بقى، ده احنا عملنا بيار اسكندراني. معرفش انتوا في اسكندريه تعرفوا اللي بيار اسكندراني اكتر مني. ايه؟ لا 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 لا. ايه؟ لا لا، البيار اسكندراني دي عباره عن زي بتحفر زي اسون كده اهوت وتملاه كونكريت او كان ايه؟ لا مش عميقه، بتبقى 3 متر او حاجه زي كده، بحيث انك انت التربه السويل بتاعك عندك مثلا لمده 4 متر 5 متر في السويل كله طفله، فمع الطفله بيجي عليها ميه وتنشف، فما جم سحبوا الميه في الابار ديت فرقعت، فكان لازم نعملها بيار اسكندراني. فعملنا بيار اسكندراني بس اللي فوقها طوب، كل اللي فوق طوب نيه مات بريك. وعموما لو شفت مقررات المؤتمرات فينيسيا ومؤتمرات اسمها ايه الثانيه اتينا وبتاع، ما فيش مشكله في تغيير الاساسات. يعني انت لو هتعمل حاجه اناستايلوسيس وغيرت الاساسات ما فيش مشكله. هو يمكن كلمه اناستايلوسيس انتوا بتسمعوها انا بقولها، هي في كم كلمه في الانجليزي احنا ما بنعرفش نترجمها بالعربي، انه كله ترميم. يعني في ريستوريشن، في كونسوليديشن،
في كونسرفيشن، في مينتنس، في اناستايلوسيس. دي يعني المفترض اني انا استعمل الحاجه اللي انا محتاجها فعلا في في في, في المكان اللي انا محتاجه، مش اني ريستوريشن يعني اديها ابويا وروقها وجملها وغير البيبان وغير الشبابيك وغير. لا احنا للاسف بنستعمل ريكونستراكشن، رينوفيشن بنقبلها ساعات يعني. لو شفنا دير الفخوري اللي هو انا حاليا ايه كبر الشاشه بس، لا ما هي كويسه يعني الناس تشوف بس. مش شايف، ما تكذبش عليه. خلاص بقى، خلاص بقى، خلاص كده. هو دير الفخوري موجود في شمال اسنا، في شمال غرب اسنا. ادي مدينه اسنا، بس لازم تعدي غرب اسنا، وده دير الفخوري. وفي دير اسمه دير الشهداء، ده من الاديوره الجميله اللي محتاجه ترميم صح، وللاسف لا حد عايز يرممها صح ولا في ميزانيات لترميمها. عندهمش فلوس خالص للاسف. انا بقولها اهو قدام الكنائس، اهو قدام الاباء اهو. الدير ده هيجي يوم هيتشال باللودر. اللهم اني قد بلغت، اللهم فشل. خربت الأنبا صمويل مش كده؟ ايه؟ خربت الأنبا صمويل دي. فالطمن مش هيقدر يجيبه عشان ما عندهمش فلوس اللودر. ده دير الفخوري، ادي ده السور الشرقي للدير، وده الباب الرئيسي الحالي للدير. لكن معلومه كده اقولها في ودنكم، اغلب ابواب الاديوره بحري. فانا لما شفت الباب ده شرقي، انا يعني تشككت في امري، لحد ما بعد كده بقيت ماسك شغل كتير في الدير، فاكتشفت ان في باب بحري بس مسدود، وان الباب ده ريسنت اتعمل. وفي دراسة أنا بدرسها يعني للدير، ما كانش الباب من هنا خالص، ده جديد تماما، وأخدوا شوية حجارة أعادوا بناء الفرونتونة دي بيها والجناب ديت، ودي ممكن ما تكملش 100 سنة ولا 150 سنة. لو شفنا هنا الدير هنلاقي الدير ده الحصن، ويمكن هنلاقي ده الحصن الوحيد اللي ظاهر بعد الأنبا هيدرا في الجنوب، اللي هو الدير ككل يعتبر حصن، إنما حصن يبقى شكله كده وظاهر لوحده، ده أول دير من بعد الأنبا هيدرا. هنلاحظ هنا ديت الأطلال ديت موجودة، الجزء ده أنا رممته، بس القبة دي أنا كنت عملتها من حوالي 10-15 سنة، كان بتاعة الرباطية. وشايفين دي قبة الكنيسة الحالية، القبتين دول، ودي قبة الرباطية. فكان الهدف ساعة لما عملت القبة ديت ان الاوتلاين كله يبقى شبه بعضه. دي القبة اللي انا عاملها، وده الجزء ده لحد دلوقتي لسه ما ترممش، بس انا بنيتها من جوه الحيطان ديت. دي ده كدير بخومي. الدير البخومي دايما بيتميز بانه في ابو في الاوسط في النص، وبربنديكولار عليه الابوات بتاعه الالالي، وكان كل قلايه من دول اغلب الظن فيها على الاقل 3 رهبان، وانا بعرف عدد الرهبان منين؟ من عدد الحنيات اللي في الحيطان اللي كل واحد بيحط فيها الحاجه بتاعته. فانا بقدر اعرف العدد ده قد ايه، واقدر اعرف المايده كمان تشيل كام راهب، وان الكاباسيتي بتاع الدير كان قد ايه. ما علينا يعني. وديت طبعا الكنيسه، وشايفين طبعا الاعمال. لا مش هتكلم يا عم، احسن اروح في ده. هنا ده صحن الكنيسه من جوه، ويمكن الدكتور سامي قال لكم ان صحن الكنيسه ده متغطي بقبتين وحواليهم مجموعه من القبب، اللي هي في منها المستطيل وفي منها الكروي النص كره. هنا بقى ابتدت بعثة كانت جاية من الأرسي، ابتدت تعمل شوية سونداج وتشوف الرسومات اللي هي في العقود وفي الأبب، لكن للأسف قامت ثورة 2011 فتوقف العمل، ومتوقف حتى الآن. دي مبنى الرباطية من بره، أنا خدت الكورنيشة الفرعوني ديت اللي هي موجودة، خليتها زي ما هي،
وادي القبه اللي هي بتاعه الرباطيه، نشوف القبه دي من جوه. دي اثناء ما كنت ببني القبه اهي، ادي ديت قبه على متمن وفي ابو مفاخ طالع منها، فيها فتحه برده قبه من فوق. لا دي، لا دي انا عاملها. لا انت عاملها؟ انا لا دي دي عشان الفنتليشن مش عشان التعليق. دي بتدي تطلع صاروخ هواء سخن. ده السكوينش او الحنيه الركنيه بتاعت القبه، ودي التقويات اللي بتتعمل عشان ما دي ما تفرقعش وعشان المتمن ما يفرقعش. دي اسمها التقويات بتاعت القبه. هنا ديت انا باصص من تحت بتاع ده عزه تقلب، ادي السكوينش وادي الارشات، كل العناصر الانشائيه انا بسيبها زي ما هي، ما بمحرهاش. القبه دي سبانها مش قليل، دي سبانها بتاع 5 متر. يعني المسافه من القطر يعني. تمام. دي كانت من القبب الكبيره اللي انا عملتها يعني. هنا ده الطريق للمزرعه، شايفين الشكل ده. كان في مكان قرروا يبنوا فيه كنيسه، بس ده شغل جديد، فانا اصريت ان الكنيسه والقلايه الجداد دول يتبنوا بالطراز القديم، وخدوني على قد عقلي الحمد لله يعني. فكان في مكان اخترناه ما فيهوش ولا شجره ولا نخله، عشان ما اقطعش ولا شجره ولا نخله. فابتدينا نعمل الديزاين بتاعه. دي كانت عباره عن بلان مستطيل للكنيسه، يعني بازيليكي بس ما فيهوش لانيف ولا ايلز، يعني يا دوبك مستطيل. وديت دياكونيه، وديت قلايه راهب، ودي المحبسه، وده الكيتشن، وده التواليت. فده كان يا دوبك الاساسات كنت عاملها. ادي هنا هو الشكل، هيكل دياكونيه، صحن الكنيسه، قلايه، مطبخ، محبسه، حمام، وده كان المفروض فيه مقعد بحري، بعد كده قالوا مالوش لازمه لغوه. يعني المحبسه ديت اللي هي الحته اللي بينام فيها الراهب، يعني هو عنده القلايه بيبقى فيه حته بيشتغل فيها، وفي الحته المحبسه ديت بتبقى صغيره يا دوبك هو اللي بينام فيها، ودي ما حدش يقدر يدخلها خالص. هنا ده البلان ونفس العناصر اللي هي في الاول، وده سكاشن انا عاملها للكنيسه والقلايه. يعني اهم حاجه انا كان عندي في الديزاين ده اني احط اكتر من نوع من القبب، يعني القبه ديت على سكونشات، القبه ديت على براكتس، القبه دي على بنتنتف، يعني قلت بحس اني ايه انا بعمل حاجه بقى يعني ايه انوع فيها كده. وده فولت بوينتد، الفولت ده كمان اللي هو هنا ده قسمته على 2 ليفل عشان اقدر ادخل هواء من البحر، يعني قلت بقى ايه اشتغل مهندس معماري مره في حياتي يعني. ده برضو بلان وسكشن. هنا بقى لقيت ان في نمط تهويه معمول في الكنيسه القديمه بتاعه الفخوري، اللي هو بيعمل حيطه مزدوجه ويعمل فيها تفريغ بحيث يخلي من هنا البحر يدخل في الحيطه ديت ويخرج من هنا. يبقى الحته دي ما اقدرش اعمل فيها شباك، لكن اقدر اعمل شباك في المنسوب العالي وادخل الهواء في النفق ده ويطلع لي من هنا، وده بقى ده القبلي. الحيطه دي هتسخن تروح سحبها لي الهواء الايه السخن، يروح هنا ساحب بحري، وهكذا يعمل طيار. الصراحه انا ما عملتهاش قبل كده، لكن جيت نفذتها في الكنيسه. هنا انا يا دوبك كنت بعمل الاساسات، طبعا انا ما كانش عندي خشب للنجاره، فكنت ببني حيطان واصب فيها خرسانه. اهي دي الاساسات، ابتديت اطلع بالحيطان وهكذا. دي بقى البتاع اللي هو الملاقف ديت، شايفين حضراتكم الحيطه دي ليها وش اهي، وادي الظهر، وفي هنا في نفق اللي هو باين منور، وهنا اهو النفق ده باين، ده حيطه ودي حيطه، وده عمق النفق بتاع التهويه. هنا دي بدايه الاوبب البندنتيف، وهنا ده البنا بعد ما بناها. طبعا احنا بنبنيها من غير شده، بنبنيها بالبرجل. ديت قبب مختلفة يعني. أنا كده الوقت خلصت ولا لسه؟ طيب. دي برضو مراحل البناء. دي القبة اللي فاتت ديت على براكت. طبعا البراكت ده المفروض بيتعمل خشب، لكن مع ضيق ذات اليد عملناه خرسانة وكسناه خشب بعد كده. برضو دي مراحل قبب. ده الأب الوسطاني ده كان عندنا مشكلة إن إحنا عشان نعمله بوينتد لازم بشدة،
ما كانش عندي خشب يكفي، فعملت شده متر وبيت اخلصها واشدها متر واشدها متر واشدها متر لحد ما خلصت الابو كله. يعني شايفين حضراتكم هنا هتلاقي الجزء ده المونه بتاعته شكت، الجزء ده لسه اخضر وهركبه بعد كده انقله. شايفين حضراتكم هتلاقي لير واحده جنب واحده جنب واحده، لاني ما عنديش امكانيه الخشب اشتغل. دي الشرقيه بتاعت الكنيسه، دي بقى اللي بنسميها السكوينش اللي هي الحنيه الركنيه ديت. في ناس كثيره ما بتبقاش عارفه ازاي بتتبني، هي ادي بيبقى حطين وعايز اعمل من الحطين دول عليهم بدل ما هم مشكلين مربع بعد كده يشكلوا متمن. فالوتر اللي هيبقى من هنا لهنا ده هيبقى متمن، هيتشال فوق العقد ده. ده هيبان اهو، اعتقد هنا اهي باين اهي، شايفين الخط ده؟ ده اللي هو هيتبني فوقيه المتمن بتاع القبه. وهنا ده بعد ما بيخلص الحيطه ديت اللي كانت مشكله مربع اتقسمت عن طريق ده بقت متمن، وعملت لي القبه اللي على متمن. برضو هنا وباين اللي احنا بنعمل ازاي السكوينش. دي برضو القبه من جوه بعد ما السكوينشين هم اتبنوا. ودي قبه الشرقيه بتاعه الهيكل، فالشرقيه ركبت يا دوبك فوقيها عشان معلاش بدايه السكوينش فوق قبل ما اوصل للنهايه ديت. يعني دي برضو هي قبب وسكوينشات، انا مش هضيع وقت حضراتكم. دي بعد ما خلصت هنا بقى بعد ما ابتدينا نمحرها وابتدت الكتل تبان، فانا كنت عايز الصراحه اعملها كتله نحتيه. يعني انا ما يهمنيش اي زخارف قد ما اني كاني واخد شويه طين وبعمل فيهم نحت، بحيث اني كنت عايز ان كل كورنر من الاربعه كورنرز بتوع الكنيسه ديت يبان بشكل مختلف. فده الكورنر بتاع الشرقيه من الشرق تماما، ده من البحري، ده من الابلي غربي. شايفين حضراتكم دول بقى ده وده، دي الفتحات اللي بتدخل لي الهواء من فوق ويدخل في النفق بتاع الحيطه ويطلع من جوه. للاسف بعد ما عملتها وخلصت سدوها وركبوا تكييف. لا كنت مركب لها سلك وكانت شغاله زي الفل. لا هو واحد اتبرع لهم بجهاز تكييف، قال لهم يتحط جهاز تكييف هنا اول وجهاز تكييف هنا اول، الخدتين دول مكان مناسب ليه جدا وفعلا عملوه. يعني انا بقول ما قطعش شجر وكتله نحتيه، ويعني وشايفين بين يعني عامل علاقه، بس الحمد لله يعني انها رست على كده. ده ليله التدشين بتاعها في الفجر الكنيسه ديت، ادي من جوه شكلها مظلم زي اللي كان بيسال الكنيسه. او كده صح، انت مش تقول بالليل دي؟ لا 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 ده بالنهار، او لا او ممكن يكون ده بالليل لان الشبابيك ديت اصلا بتفتح. وده البانتوكراتور وده السكوينشين، ده اللي في الهيكل. نشوف بقى بقيه دير الفخوري. ده زي ما وريت حضرتكم من فوق الألالي اللي هو بيبقى أبو وعليه بيربنديكولار أبوات كده. الكنيسة ديت كان اسمها كنيسة العذراء، دي أنا شفت مع سيدنا الأنبا صمويل بقية الأربع كتاف دول لكن ما شفتهمش على الأرض، شفت بواقيهم كده. ودي كنيسة الفخوري اللي احنا شفناها اللي الدكتور سامي كان يتكلم عنها، وده أمبريلا فولت. ده البلان ده طبعا اللي عامله جروسمان. يعني أنا حاليا بنيت الحته ديت ورممت الالالي المجموعه دي كلها، والاسوار اتبنت لحد هنا، والاسوار اتبنت لحد هنا، وعندنا امل ان احنا نكمل يعني لما ربنا يبعت فلوس. جديده ايه؟ لا ده الاثري. انا الجديده دي عاملها بره في المزرعه، مش كنت وريتك الطريق للمزرعه وانا هعملها باسمنت جوه هنا؟ لا دي كنيسه جديده، بس انا بقول ان ازاي اتعامل مع الاثر نفسه، يعني حتى وان كان خارج الاسوار الاثريه لكن جوه دير ما يصحش اني يعني في نموذج اتبنى هناك تاني دلوقتي. يعني
وبعد كده انا بدوخ عشان اعمل رفع دقيق للحاجات ديت وعيد على الرفع بتاع جروسمان او بتاع اي حد. وللاسف ما فيش يعني. هنا كان في مجموعه حفاير حلوه قوي. الحفاير ديت بتاعه الاجران الكبيره بتاعه الخزين اللي كانت معموله من ايام الفخوري دي. طيب بالنسبه لكنيسه العذراء احنا الاجزاء دي انا شفت تريسز منها لكن شكلها ايه. ابتديت اعرف شكل الأوباب ايه وازاي ابتدت. واني شايفين هنا في عقود مزدوجه, هنا عقد مزدوج, عقد مزدوج, عقد مزدوج, عقد مزدوج, عقد مزدوج. فمن العقود المزدوجه دي عرفت ان الكتف ده اللي هيطلع هيبقى قد ايه هنا وهيبقى قد ايه هنا وهيبقى قد ايه هنا, ومن بدايات الحيطان اللي كانت باقيه. فانا كنت عامل برضو زي ايه, زي الدكتور الاطفال اللي الواد بيعيط بس مش عارف يقول انا عيان في ايه. المهم يعني نشكر ربنا عملت لها قطاعات وشفنا كل ما هو محتاج ديزاين يعني. وابتديت اشوف حساب الارشات اللي هنا سمكها قد ايه وده سمكه قد ايه وبدايه تكور الأوباب لحد ما عملنا. طبعا هنا شايفين الحاله كانت شكلها يعني ايه, بس طريقه البونه ديت هو نفس اللي اشتغل بيها في الأنبهيدرا. يعني هنا شايفين قرش هنا هوت بدايته اهي, وده قرش تاني. الماتيريال ده طوب احمر والماتيريال ده طين لكن ده طوب احمر. فالمهم يعني وديت الحنيات بتاعه الهياكل من جوه دي دبل وول, وهنا من هنا في من فوق ملاقف هواء. ما علينا يعني, انا مش عايز اطول. طبعا شايفين مصنع الطوب الني ده, انا عامل لحد دلوقتي يمكن اكتر من نص مليون طوبه. شايفين الصور ده, ده طوب ني ده, وده كان مصنع طوب ني. بس ده لا كومبريسور ولا 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 كبسنا ولا اي حاجه, ده بالطريقه التقليديه الطبيعيه خالص. طين طين وقش. هنا ده كانت بدايه بقى, ابتدينا نشتغل في الكنيسه. فشايفين هنا ده ادي كتف اهو وادي كتف اهو, دي بدايه الكتاف اللي هنشتغل فيها تشيل لنا القبه المركزيه في النص. وشايفين الحاله بقى المروعه يعني. ما كانش ينفع, كانت كلها وكلها الاردن. هنا ابتدينا نشتغل الارشات. لو تلاحظوا هنا القرش مزدوج زي القرش القديم اللي كان موجود في الحيطه. كل الحيطان دي طوب ني. هنا ابتدينا نعمل الأوباب. كان عندي مشكلة ان الأوباب مستطيلة على بيضوية يعني. فكان الحل الأسهل اني اعملهم كلهم قد بعض زي صينية البسبوسة يعني, خليهم كلهم اسويهم في بعض. لكن الأصعب ان اعملهم زي ما كانوا أوباب بيضوية. والحمد لله اتعملوا كلهم أوباب بيضاوية زي ما كانوا, ما عدا القبة المركزية اللي في النص دي بعد ما خلصت. دي برضو على سكوينش. انا يعني جايب الصور دي عشان تبين ان الأوباب دي مش معمولة على فارما ولا على شدة, دي كلها معمولة بالبرجل. دي بعد ما اتبنت وخدت طبقه محاره اولى. هنا ده السكوينشات بتاعه القبه المركزيه. دي القبه المركزيه من النص, دي الممرات الجانبيه. وهنا بقى ادي الجزء ده, ده كان ليه استكمال في الاتجاه في الضلع الثاني. عملناه زي ما هو, وادي القبه, وادي القبه الصغيره. ولو تلاحظوا القبه دي ارتفاعها ديت اقل من ارتفاع القبه ديت. انا طلب مني الدير اني اعمل القبه دي بنفس ارتفاع ديت, لكن انا رفضت واصريت ان يكون ارتفاعها بناء على التريسز اللي باقيه في الحيطان, مش اني يعني. وكانت مشكله كبيره يعني اتسببت في اني كنت هسيب الشغل, لكن قلت لهم لا, انا هحترم التريسز اللي عندي واحترم القديم
وقلت لهم تطلع زي ما تطلع زي القديم، انا مش هعل على قالك دي كنيسه جديده وعايزين نفرح بيها. قلت لهم ما فيش حاجه تفرح وما تفرحش، حتى القبب اللي حواليها هتلاقيها اوطى من قبب الكنيسه نفسها اللي هي القديمه. ديت استكمال، كان في حيطان الابواب بتاعتها راحت لكن قاعده، ودي الفتحات بقى اللي بهوي فيها من فوق اللي هي بتجيب الهواء من فوق، هتلاقي شايف فتحه هنا وفتحه هنا، الدير كله من فوق كله ملاقف. دي افندم يعملوا بقى، انا مالي مش ده كان الاب والاوسط، ده كان وقع وبنوه في السبعينات بارتفاع اوطى من ارتفاعه وبماتيريال زي الزفت، فاتشق من النص وفرقع. ده سبت حطانه زي ما هي وقعدت بناءه، يعني الحطان دي قديمه لكن انا قعدت بناء الابو ده. الالالي ديت كانت ابواتها وقعت، دي قعدت بناء السقف لكن سايب حطانها زي ما هي، كل اللي سقفه وقع بغير السقف بتاعه بس. اهدي شايفين حضراتكم اهدي قلايه كانت موجوده، الحيطان اهدي، الحيطه دي سليمه كانت قاعده زي ما هي، سايبها زي ما هي. الحيطه ديت كانت حصل فيها مشكله فدي اتغيرت، لكن القديم اللي كويس سيبه كمل عليه، بس تكمل عليه صح، مش يعني تكمل عليه لما يكون عندك ايفيدنس الارتفاع ده كان ايه او السقف كان شكله ايه او الهويات. هتلاحظوا هناوت ان كمان الشبابيك دي مسلوبه زي مزغل، ده مش شباك، ده منور جايب من فوق غير الشباك ده. هتلاحظوا انا يعني حاولت اصورها بحيث ان يبان ال دي طبعا البيبان، انا ما كانش عندي ايفيدنس البيبان شكلها ايه، فانا يعني اقول لك اجتهدت ان اعمل البيبان ديت، ممكن اكون عملتها نجحت او فشلت فيها، الزمن اللي هيحكم يعني، بس حاولت اني اقرب لاقرب شكل رضي بيه الاونر وفي الوقت نفسه اثريا ماشي، يعني بحيث انه يبقى فيه الشراعه ديت بتتفتح، واني الباب اصلا في انواع ابواب اللي هي فيها ثقب الابره، ان هو باب صغير يفتح في الباب الكبير. بس يمكن انا مش جايب الصوره بتاعته هنا. هنا بقى الاجزاء ديت لسه ما اتعملتش فيها، دي اعيد بنائها. الاسوار دي ما كانتش موجوده، دي كانت عباره عن حاجات كده زي دي كده اهو، فديت اعيد بنائها بطوب ني بنفس ارتفاعها، وديت لسه الاسوار ديت ما اتخذش فيها قرار. ده الجزء ده اللي هو دي الكنيسه بتاعه العذراء، لسه الجزء ده ما ترممش ولسه الجزء ده ما ترممش. فانا ما بشتغلش شغل مقاولات، يعني لازم يبقى في اتفاق تام، ولازم اكون عامل له رسومات شوب دروينج، والخامه الطوب الني ابنيها طوب ني. يعني السور ده كانوا عايزين يعملوه عمدان خرسانه وطوب وحجر من بتاع صملوط، فانا اصريت انه يبقى طوب ني، والحمد لله يعني حتى جت لجنه من قطاع الاثار الاسلاميه والابطيه من مصر وخدوا عينات من الطوب اللي انا عامله ده، وقالوا لي في الاول كانوا موافقين انه يتمحر، قال لك لا ما يتمحرش خليه على كده حلو. يعني هنا ده بعد ما الجزء ده من الاسوار اتعمل، وادي دي الكنيسه اتبنت، وزي ما بقول لحضرتك القبه ديت قديمه، دي بقى لها اكتر من 15 سنه، فهي كان الهدف الوحيد ان الهارموني بين القديم والجديد، ان لا اللي هيعاد بناؤه يطغى. هو عموما هنا لو تلاحظوا شايفين ده هنا هيبقى فيه باستن، فيه زي برج ده موجود، كانت اساساته موجوده بس انا ما كنتش موجود ان اديهم البراجل بتاعته. يعني هنا هتبقى في ابراج في الكورنرز، والإناء لها ايفيدنس وموجود يعني عندنا. يعني اعتقد انه انا كده قدمت شرح مبسط، ارجو ان يكون يعني ايه حاز على اعجابكم، واشكركم جدا. شكرا جزيلا باشمهندس سامح على الشغل الميداني، يعني محاولتك الحفاظ على التراث القبطي. وطبعا النموذج بتاع الباشمهندس سامح مختلف شويه اللي حضراتكم سمعتوه النهارده، فكره لان برضه عايز الفت نظركم لحاجه مهمه، كتير من الاثار القبطيه بنتكلم عليها غير مسجله
ضمن اعداد الاثار في مصر، يعني كتير منها غير مسجل. يعني الحاجات اللي بتحصل، اللي بيشيل حيطه ولا بيعمل حاجه، ده مش بيخالف قانون الاثار اللي مش مسجله. لكن بعض الحاجات زي اللي اشتغل فيها الباشمهندس سامح مسجله. وفي الحاله دي يبقى عنده توازن ما بين جهتين، الملك وهو الكنيسه، وفي نفس الوقت وزاره الاثار. وهذا له احتياجات له طلبات، وهذا له احتياجات له طلبات. وده الشغل الاصعب بقى. طبعا دكتور سامي اشتغل في نفس حاجات زي كده، هو تتعامل مع هذا الموقف. فالامور هنا هو ما بتبقاش بالسهوله ولا اليسر اللي متخيلينها، غير لما يكون اثر غير مسجل او مبنى غير مسجل. الوضع هنا بيبقى اصعب بكتير. لو يعني لو مسجل ما كانش حد وافق على طوب النيل خالص، مصنع طوب النيل بالظبط كده. فدي حاجه. الحاجه الثانيه، المشروع الاولاني بتاع دير الصليب، عايز اسال حضرتك بقى لك قد ايه عامله تقريبا؟ نفذته من سنه كام؟ 2001 2002، اتكلم في 20 سنه تقريبا. طيب ده انا شايف الحقيقه ان ده مهم جدا، لسبب الخامه اللي حضرتك استخدمتها وقلت عليها دي مهمه جدا كنموذج لاستخدام الخامات البيئيه التي تكون، عايز اقول، حالتها متصالحه مع البيئه وعندها قدره. بعد 20 سنه من المفترض ان احنا نعمل دراسه ونشوف مدى استمراريتها ومدى تحملها ومدى تعرضها للعوامل البيئيه او التلف. فلو نجحت في هذا، لا تعرضت ليه بقى؟ ركبولها ثلاث تكييفات صحراوي بالميه، ده تلف بشري. انا بتكلم على التلف الطبيعي او البيئي. لا ما هو ده كمان ايه، ده فاكتور لازم تحطه في الاعتبار. طبعا انا لما عملتها، انا قعدتها بتاع اسبوع او 10 ايام في الميه ما فكتش، لان انا عارف ان ممكن في يوم ما يركبوا تكييف صحراوي بالميه. هو لحد دلوقتي ما حصلش كراكس وما وقعتش، هي بقى لها لحد دلوقتي من 2005. انا قصدي ان الشغل بتاعك ده مهم جدا ويتنشر في بحث علمي ويقدم لكل المعماريين في العالم كله، مش في مصر حتى بس، لان ده حلول. انا حسب ما انا فهمت من كلامك ان انت ابتكرت الطوبه دي، مش كده ولا ايه؟ فكخامه وكتركيب وكتحمل وكتحمل وزن ثقل، فدي كلها حاجات مهمه جدا تتاخد ريفرنس للمهندسين. يعني الحاجات دي طالما ما كانتش موجوده قبل كده وانت طبقتها بشكل ميداني، فالمفترض ان الناس تلجا لها. محاضره هنا في المكتبه، مش محاضره بس، انا كان بيبر تحط فيها التفاصيل الفنيه والعلميه. اتفضل. عملت محاضره هنا، وكان المايك بس، المايك كان مدير عام اثار الاقصر حاضر. فلما عرضت التجربه ديت، بس انا كنت بتكلم على الطوبه النيه اللي بعملها ديت، فهجمت من كل رجال الكنيسه. هجمت واللي رد عن الكنيسه، يعني اللي رد اعتباري ليا مدير اثار الاقصر الله يرحمه، كان اسمه الحاج عبد الجواد، قال لهم ده داخ وعمل بدل التجربه 100، وبدل، لان كل اللي كانوا اكليروس موجودين قال لك الطوبه الحمراء احسن، احنا نقعد نعك ونعمل في طوب مش عارف ايه، والطوبه تكلف ايه. كانت ساعتها الطوبه كلفتني 80 قرش. قال لك الطوبه هتكلف 80 قرش ونعك الطوبه المعالجه دي ايه؟ لا ولا وقتها من 20 سنة كانت 80 قرش. لا كانت الطوبة الحمراء أرخص. فدي 80 قرش دي، فقال لك أنت خسرتنا من الآخر. بس الاسترس لو هتعمل الطوبة الحمراء العادية لا، الطوبة الحمراء، الطوبة الحمراء لو هتشيل 30 كيلو على السنتي مش 15. لا هم كانوا عايزين يجيبوا طوبة حمراء مصري بريك. ما علينا يعني. فدي تدي حلول اثريه مهمه جدا، حلول هندسيه مهمه جدا، حلول بيئيه وحفاظ وترميميه مهمه جدا. فنفترض تنشر الكلام ده في بيبر. ده الملائف دي خامه مصريه يعني. ده الملائف ديت لو استغلوها زي ما انا عاملها، للاسف ان كل الملائف اللي بدوخ عشان اعملها وبقعد اجرب واكسر دماغي وبتاع، بمجرد ما بمشي بتتسد. يعني نوي لا، في متبرع جاب جهازين تكييف 5 حصان وعايز يشوفه. سودو ابونا انك كنت تعمل محاضره ايوه للشعب بتوعيتهم، مش للشعب، هي المشكله مش الشعب. هقول لحضرتك، عارف يا باشمهندس عاطف، بعد ما خلصت دير الصليب قلت لهم اعمل لكم مانوال للمينتنس، قالوا لي انت مهندس خايب. لا قالوا لي انت مهندس خايب، من قبل ما تسلمه بتفكر في الصيانه بتاعته؟ قلت لهم اديوس اميجو. محتاجين كود يا دكتور سامي للاثار القبطيه ومانيوال الاثار القبطيه، مش كده ولا ايه؟ بجد يعني
الحاجات دي المفروض التجارب دي تتجمع مع بعضها, وده دي اهم بقى من شوف في شغل اللجنه من اي حاجه تانية, يعني ده للمستقبل. يعني اللجنه اجتمعت ولا الشغل ده بيقدر وبنعمله لله والوطن, هو اللي بيبقى لله والوطن بالظبط. انت عارف هو ده اللي بيبقى, هو ده اللي بيبقى. ده هقول لك على حاجه, في كنيسه اللي هي بتاعت الصليب المايك وراسكم طلبت 300,000 جنيه فيها, اه زمان من 25 سنه. كان معاهم باشمهندس عاطف ولا كان بعيد عنهم؟ لا لا لا, خلصنا الدير كله بالكهرباء بكله بالمباني بكله كله ب 750,000 جنيه ذاتي. دلوقتي ما تبنيش اوضه في التجمع. ما انا هقول لحضرتك لم نشكر, لان هم عايزين مفيش طين, كله رخام كله كونكريت, كل يعني الفكر الكونسبت بتاع الناس ان الحاجات اللي هي ده بيت ربنا يليق بيه طين. اه صحيح. اشكركم. في اسئله يا جماعه؟ طب خلي الدكتور محمود في الاخر كالعاده. في اسئله؟ دكتور يوستينا ورا الاول, في بس المايك ورا دكتور يوستينا بعدين الاستاذه. دكتوره يوستينا صبحي, اول دكتوراه في جامعه مرسى مطروح على فكره, اول حاصله على الدكتوراه في اي تخصص جامعه مرسى مطروح. شكرا حضرتك يا دكتور, شكرا حضرتك يا حضرتك الرائعه. بس كان ليا سؤال, بس حضرتك ذكرت في دير الانبا من تاوس ان هو كان ليه باب اصلي اللي هو من جهه البحرين وتم قفله واتفتح واحد تاني من جهه الشرق. طب هل كان في سبب معين ان انا اقفل اللي هو من جهه البحرين؟ لا, احنا زي اللي بيحقق في جريمه قتل, لسه انا هفتح واشوف. لا انا شفت انه مسدود البحري, بس انا ما لا يخول ليا ان اشتغل في كل حته في الدير. اي منطقه اثريه انت بتاخد بيرميشن, بتاخدي موافقه بجزء جزء لالا حد ينقب, لانه لابد عشان تشتغل يبقى في وجود مفتش او اكتر من الوزاره. فانا باخد بيرميشن اني هشتغل في الزون ده اللي بشتغل فيه. انما انا بقولك انا لقيت الباب البحري فعلا بس مسدود, لكن اني افتح او اني اعمل لا, لسه في مرحله متقدمه. هناخد البيرميشن وهنشوف الموضوع ده وامكانيه فتحه مش من امكانيه فتحه, لان ممكن لو فتحته يحصل ديتيريوريشن او كولابس الحته كبير يعني. بس انا بقول انه موجود. شكرا. مش تفسير؟ لا, انا التفسير ممكن يكون انشائي, يعني ممكن يكون السبب انشائي بحت. استاذه كانت عايزه تسالي. هو انا بسال يعني مش هنا بس ولا في اي حاجه, كل حاجه في مصر التعب بتاع حضرتك والتعب بتاع الدكاتره والاساتذه اللي اتكلموا, بيجي واحد انا اسفه ما عندوش معلومه, مش هقول جاهل او مش حابب او اي حاجه, يوقعه. طب يعني انا مش شايفه ان احنا نقعد طول عمرنا نقول هننشر التوعية, هننشر. أنا أظن حاجة زي كده أو مركز زي اللي احنا فيه يبقى من أولوياتها قبل يعني موازي لشغل حضراتكو توعية, لأن زي ما احنا بتبقى ماشي حضرتك تعمل حاجة كبيرة, طفل مش فاهم حاجة ممكن يروح ايه شايطها برجليه أو حاجة. أنا شايفة ان ما نقعدش طول عمرنا مش هنا بس او في الموضوع ده بس, في مصر يا عدم الوعي عدم الوعي. طب ما ايه يعني ايه, ما احنا هنفضل طول عمرنا في الموال ده. شوف هقول لحضرتك على حاجه, نمره واحد يوم ما الشارع ما يبقاش فيه زباله, يوم ما الشارع ما يبقاش فيه زباله, ويوم ما تركبي القطر تلاقي المقعد اللي هتقعدي عليه نظيف والتواليت والحاجات زي كده, ساعتها نتكلم في لا, لا 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 انا مش موافقه حضرتك. دي حاجه يعني زي بيقولوا مشاع, انما بالنسبه للموضوع اللي احنا فيه متحدد مين الاباء. انا اسفه انا مش مسيحيه فمش عارفه الهيراركي اللي اتكلم فيه, بس انا اقصد متحدد مين مش شرط. مش في واحد دونر بيبقى ليه كلمه. هقول لحضرتك على حاجه, في مسجد اسمه مسجد السيده صفيه, تسمعوا عنه؟ لا. ست صفيه. خلينا نقولها السيده صفيه. المسجد ده المسجد الوحيد في مصر اللي القبة بتاعته على مسدس هيكساجونال مش اوكتاجونال. المسجد الوحيد ده انا عامل له دراسة. وكنا كجمعية المحافظة على التراث المصري رحنا وكلمنا وبوسنا الجدم وأبدينا الندم, أرجوكم الأرضية بتاعته تحتها
تكاكين لانه كان مسجد معلق، تعرفوا المساجد المعلقه على سلم وبيبقى تحت فيه اواصر او بيبقى فيه دكاكين او حاجات زي كده او حواصل بيسموها. فوقع قلب الصحن اللي هو الرئيس اللي فيه القبه المسدسه ديت على الفراغات اللي تحته دي، ممكن تسحب البيلرز الكتاف اللي هي شايله القبه. الاثار قالت لك ما وزاره الاثار قالت لك انا ما برمش لا اسلام ولا قبطي. وزاره الاوقاف قالت لك لا ده مشروع كبير ومش عارف ايه وبتاع. فاحنا في دايلما يعني احنا عارف ايه انا ما اعرفش هو واقع ولا وقع ولا لسه. انا من حوالي سنتين كنا رحنا حتى كان في رمضان على ما اذكر، ورحنا عملنا تقرير وصورناه وبتاع. ده اللي في ايدينا يعني. انا اقدر اقول انبه يا جماعه الخير ده في خطر بس. فانا قصدي اقول لك في حاجات كتير قوي في مأزنه برضو كانت هتقع في اسنا. وكان يعني احنا عندنا كميه اثار كتيره وما عندناش وعي كبير وما عندناش جهات مانحه ترمم زي اليونسكو مثلا. لما لو كتف ابو الهول طلع له دمل اليونسكو ما ينامش، صح ولا لا؟ الاثار المصريه رونقها عالي وبيحبوها الاجانب واليونسكو بيهتم بيها. زائد ان الترميم مكلف. يعني انا هقول لك على حاجه، انا النهارده لو مالك لبيت قديم اثري هرممه هدفع 5 مليون، هفوره وابنيه من جديد هدفع 500,000. طب معلش ممكن ال 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 الساده اللي هم قالوا لا احنا مش عايزين بالطين او بيت ربنا، او دول مواطنين في النهايه، هم رجال دين بس هم مواطنين مصريين. انا والدي من الارياف وعارفه الشخص في الريف لما ربنا بيفتح عليه هو حاسس ان هو اما يبني بالخرسانه فهو بقى زي عيله ربنا فتح عليه. ربنا فتح عليه. بس رجال عايزين بس نفرق لهم او ان شاء الله حتى توعيه او افلام توعيه يا جماعه الطين ده ثروه يعني. انا يعني تفرقه بس طمني مش هيجي بعد كده يعني لا يبقى في فرق ما بينهم وبين الشخص المواطن اللي في الارياف اللي كل ما ربنا يفتح عليه عايز يطلع بعماره بتوع البندر احسن مني في ايه. لا يعني عايزين بس نفهمهم ان دي ليها قيمه غير الفلوس والمباهاه، وان احنا مش اقل من كذا وكذا. ان شاء الله يعني. ما هو رجل الدين جزء من الشعب، دي ثقافه عامه على فكره. أقصده ثقافه عامه للاسف. الناس هتضربني بعد كده. طيب طبعا حاضر. قبل بس عشان بدات الناس تتحرك، احنا بكره هنبتدي بكره ان شاء الله الساعه 11 مع الدكتور طبعا داود. فبإذن الله آخر النهار بكرة في توزيع للشهادات الحضور، فأرجو أن حضراتكم متواجدين معنا علشان نسلم الشهادات في نهاية الجلسة الختامية بكرة بإذن الله. ومين عايز يسأل تاني؟ في جزئية بس يعني أنا استكمالا اللي هي الجزء اللي هي قالته، اللي أنت عملته ده شيء مهم جدا، وعايز أقول أنه رائد في حاجات كتير قوي. يعني في الكلام ده نشر او حرصت على انه ينشر بشكل علمي؟ لازم اخد تصريح وزاره الاثار. طب ما تاخد تصريح وزاره الاثار. ده انا كنت اقوله على فكره، انا قلت له كده الكلام ده مهم جدا يتنشر. ده مهم ان على الاقل يعرفوا التجارب العمليه دي، ان الدنيا ما هياش واقفه. الخامات والميكشر معمول ازاي؟ طلبت موافقتهم على نشر دير الصليب من 2002. غير وزير وغير غفير هيجي لك سنه 3200. لا رمسيس ال 12 دكتور محمود اخر سؤال بفضل. شكرا جزيلا صراحه، يعني محاضره جميله واللي قبلها اجمل واللي قبلها كمان. انا هحاول بسرعه عشان الوقت. الاول جروسمان هو ده اللي رمم ابو مينا القديم. أيوه هو بيتر، افتكر هو ان انا شفت منه هو بيتر كروسمان. بيتر كروسمان بس ما رممش المقاولي العرب اللي رمم. تمام. بس كنت عايز اعرف في بقى، احنا اتكلمنا عن الصعيد كتير، عايزين نطلع شويه فوق. احنا في اسكندريه هنا، فعندنا طبعا المرقصيه بالجلوري بتاعها. مؤخرا كان في معنا الباشمهندس نجاتي والباشمهندس ايمن هنا، دول بيترددوا وعارفين. والباشمهندس نجاتي في مبنى جميل جدا من شارع النبي دانيال، اي حد بيمشي بيشوفه قديم وجميل جدا واثري، لسبب ما اتهد.
وكتبهم على الجدول ولا اثري مش جدول يعني انا ما اعرفش هو شكله هنا هو الاستاذ مش مسجل طبعا مش مسجل لا لكن ده الحمله العسكريه اللي جت من مالطا من حوالي 100 سنه بس ما تسجلش ما دخلش مسجل مش مسجل ده اللي انا قلته مش شويه يا جماعه كتير من المباني دي غير مسجله اثار يعني دكتور لؤي الباب بتاعه قد لغايه السقف ده زمان ما كانش فيه الونش اللي عندنا دي ده اتشال ازاي الباب بس سيبك بقى من القمر اللي معمول يعني مش هستفيد يعني عندنا برضو في اسكندرية عندنا حاجة كده هو الميزة بس ان الكنيسة بانت من يوم ما ترممت اللي هي الجديدة المروسية وانا ماشي في نبي دانيال بشوفها وده كويس ان هيبقى زي مجمع اديان في اسكندرية اللي عايز اقوله حكاية انا ما رحت المجمع الاديان في مصر العتيقة في معبد يهودي هناك المرشد هناك قال ده كانت كنيسة طب ليه ليه تتاخد وشوفنا اثار ليه معبد بن عزرة عشان يدفعوا الجزية طيب برضه انا بتكلم بسرعة حكاية الشكل الدائري الوحيدة اللي برضه في مجمع الأديان اللي هي ماري جرجس بتاعة الجريك أرثوذكس طيب انتوا عندكمش دائرة قالوا لي ان في مصر دائرة ما في بس مش عارف فين ما اعرفش في شخص ما قال لي في دايره كنيسه دايرة ولا على شكل دكتور السريق. سامي طب دكتور سامي عايز يرد على حضرتك دي قاعده دكتور المايك لا دي بس عصاها شويه شفناها بس مش يعني هي لا هي دايره كامله صحن دايره كامله لكن دي اثار موجوده في الارض دي كنيسه اللي هي موجوده في البلوزيوم او في الفرمه فرمه فدي كنيسه يعني انا شفتها بعناية مع سيدنا الله ينحنا فيه لكن شفناها اساسات يعني بس مع البلوزيوم كانوا اقباط اصل ده كان معبد لا مش معبد لا مش معبد لا انت كنيسة بتتكلم كنيسة. بقى على مصر القديمه مصر القديمه ده المدخل الرئيسي للحصن بتاع بابلون فهم عباره عن اسطوانتين وده البوابه الرئيسيه بالزبط. اللي ايه اللي دخل منها عمرو بن العاص لما كان حاصر هذا الحصن عدة أشهر المقوقس اللي هو كان بيحكم الممثل الروماني يعني تبع روما أو بيزنطة يعني وتبقى طلع من البوابة الجانبية اللي هي تحت المعلقة اللي هي البوابة اللي تعتبر شرق حصن بابلون بوابة صغيرة كده فهو المقوقس طلع من هنا بقواته وكل حاجة عمرو بن العاص دخل ما بين الاسطوانتين دول على الاسطوانة اللي على الشمال بنى عليها لأنها كانت سليمة بنى عليها هذه الكنيسة بتاع روم الأرثوذكس ولهم مساحة كبيرة حواليها يعني ده مدخل دلوقتي المتحف القبطي والاسطوانة اليمين متكسرة خالص عايزة ترميم لكن باينة وموجودة في باب بيدخلك بقى على دير الروم الأرثوذكس ده دير كبير وفي عدة مباني ومدافن غير الكنيسة دي وحضرتك كنت عملت ريكونستراكشن يا دكتور اعتقد لكنيسة الفرمة انا شفت حضرتك صح كده ده حقيقي انا فاكر وعاملين بحث عن الفرمة بالذات عن إقامة لان ده اول مدخل بعد العريش اول نقطة فاول مدخل لمسار العائلة المقدسة وده يعني يعتبر بداية الخيط فعملنا مركز تصميم لمركز ثقافي كان الفكر بتاعه ان الفرمة دي كانت كوزموبوليتان وكانت اكبر مدينة موجودة في مصر كلها وعلى خط ملاحي بيربط البحر الابيض بالبحر الاحمر قناة سوريا الفرع البلوزي مربوط بقناة سينوسيرت الثالث وصل لغاية البحر الاحمر فلما رحت زرت الموقع لقيت في آثار إسلامية قوية جدا آثار قبطية قوية جدا آثار فرعانية قوية جدا بالضبط فقلت مش معقول أنا هاجي أبني مبنى قبطي أصيل بقى والناس تقول الجدع ده مش كونتكستوال ولا دريان يعني إيه كونتكست فقلت إيه طب ما أنا أحاول أعمل فكر نابع من كل العمارة دي من كل الحضارات دي فعملت فعلا مركز ثقافي في تأثير فرعوني تأثير روماني تأثير إسلامي تأثير قبطي ومنشور في بحث وهقوله تاني في المؤتمر بتاع الشهر الجاي آخر يونيو إن شاء الله جميل
جميل. شكرا لكم. شكرا جزيلا باشمهندس سامح، وادعو حضراتكم عند وقت يعني ناخد صوره جماعيه بره خارج القاعه. دي نقطه قبل ما نبدا لسه بسيطه جدا، بسيطه خالص عشان نستفيد بس. هو في سنه 2000 البي بي سي قالت الاتي، ان الطائفه اليونانيه كان عندها بالذات في الصعيد جنوب مصر كان في كنائس جريك ارثوذكس كتير جدا. طبعا هم مشيوا من 56 مثلا، فخدتها الكنيسه الارثوذكسيه القبطيه المصريه. احنا ما سمعناش عن الموضوع ده خالص، يعني اذا كان محاضره تانية بقى نعرفه دول. لا هو في الصعيد نادرا انك تلاقي جريك ارثوذكس، لكن في الشرقيه فيه وفي بحري فيه، دول القاهره فيه، دول سابوهم اليونانيين طلعوهم. التواجد للجريك ارثوذكس في الصعيد قليل. يعني انا ما عملت بحث ما لقيتش غير اسره واحده كانت موجوده في حته اسمها الطويرات، اللي هي كانت اسره جريك ارثوذكس ودخلت في المصريين وعاشت. لا في الطويرات طاوري بين هنا وبين نهاله. تمام. فاسره واحده بس. اسره واحده. لان هم عملوا تاثير الاسره ديت في الكنائس القبطيه اللي موجوده في المنطقه، وده جزء في الدكتوراه يعني ربنا سهل في التكشف تبقى تشوفه. طيب شكرا يا باشمهندس سامح، تمشي شويه عشان الصوره. شكرا يا باشمهندس سامح، ميرسي.